سيدي محمد أبرس، السلام عليكم. في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم من طريق السيار مدينة المحمدية، كما كتعرفوا القرار الفجائي اللي صدرته وزارة الداخلية المغربية في بلاغ مشترك مع وزارة الصحة والقاضي بإغلاق عدد من المدن المغربية من وإلى الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس ومدن أخرى. إذن كما كتشوفوا نوضعكم في الصورة، هناك اكتضاد كبير في هذا الطريق السيار لوتوروت ديال على مستوى مدينة المحمدية. إذن كما كتشوفوا بالصورة، إذن كانت واجدوا على مستوى لوتوروت المحمدية والراشدية 3. من خلال هذا المعبر هذا، إذن أنتم كما كتشوفوا عدد كبير من السيارات والحافلات والشاحنات. هذا الخبر هذا دار واحد الارتباك صراحة للمواطنين بعدد كبير من المدن المغربية. أنتم كما كتشوفوا عدد كبير من السيارات اللي هي واقفة. أنتم تشوفوا من الجانب الآخر الطريق اللي كتأدي دابا على مستوى السابلات، وبالتالي بوزنيقة وسخيرات وتمارة في الرباط. إذن عدد كبير من السيارات اللي واقفة. غنحاول نزومي باش نوضح لكم الصورة أكثر وأكثر. هانتوما كتشوفوا هما بجانبي هنايا. إذن اكسيدات في اللوتوروت ماشي غير في مدينة المحمدية، يعني في عدد من طرق السيار عبر المملكة وخاصة المدن اللي يشملها هذا القرار هذا ديال الإغلاق الفجائي نتيجة الحالات الإصابات اللي ارتفعت بالمملكة. والبارح كانت 570 تقريبا، البارح كانت 700 شحال شيماء؟ 811. واليوم اليوم كانت شحال شيماء؟ اليوم شحال كانت؟ 600 وشي حاجة. إذا أنتم كما كتشوفوا بالصورة كنتشوفوا في طريق السيار ديال مدينة المحمدية. إذا بقاو معنا في البث المباشر اللي كنوضعوكم فيه بالصورة من خلال عدد من الأحداث والوقائع بعموم جهة الدار البيضاء بما فيها المحمدية والمنصورية أيضا. إذا الطريق السيار في بحالة الأوقات هذه يعني راه ما كيكونش هذا الازدحام، راه ما كيكونش نقولوها ونأكدوها. إذا أنتم كما كتشوفوا السيارات اللي جايين من مدينة الدار البيضاء يعني كيمشيو بواحد كيمشيو بالمهل بزاف ببطء. هما هنايا هنا كما كتشوفوا هنا واقفين. إذا غادي يلقاو واحد المشكلة وعدد كبير من طرق السيار اللي وقعوا فيهم حوادث سير خطيرة جدا، وتناقلوها النشطاء الفيسبوكيون وأيضا المواقع الإخبارية. كنتمناو السلامة للجميع ولا داعي للسرعة. هانتوما كما كتشوفوا بالصورة عدد كبير من السيارات اللي كيمشيو بواحد السرعة جنونية، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي صراحة. هانتوما كما كتشوفوا بالصورة هانتو قدامنا عدد من الشاحنات والسيارات اللي واقفين هنايا بطريق السيار مدينة المحمدية على مستوى حي الراشدية 3. إذا أنتم كما كتشوفوا بالصورة هذا ممر ديال الراشدية. سلام بخير. أعطيني القرار الجديد. قرار من ديريسير اقلبوا على واحد.
إذا المشاهدين اللي انضموا لنا الآن في المشاهدة، بناء على القرار المشترك بين وزارة الداخلية المغربية ووزارة الصحة والقاضي بإغلاق عدد من المدن المغربية بين مدينة ومدينة، وخاصة مدن الدار البيضاء، مراكش، فاس. شدوك خليكم معنا. إذا منع التنقل كما كتعرفوا انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداء من منتصف الليل ديال هذا الأحد 26 يوليو 2020. بالنسبة للناس اللي كيسولوا بالنسبة لمدينة المحمدية، واش مثلا المواطنين من مدينة المحمدية اللي يبغي يمشيو للدار البيضاء، واش كان شي إغلاق بيناتهم؟ لحد الآن ما كاينش شي توضيح. اتصلنا بمسؤولين، وهما براسهم باقي ما عارفينش، لأنه القرار كيجي من الرباط، وبطبيعة الحال هذا القرار جاء فجائي ونزل كالصاعقة على عدد كبير من المواطنين، وعدد كبير من المواطنين اللي ندوا واستنكروا به. ولكن مهما يكون راه القرار، أنا في نظري صائب، بحكم أن الأرقام كترتفع صراحة. دائما نشوفوا قدامنا أن الأرقام راها مهولة، وما بغيناش يوقع لنا كيف ما كان وقع في إسبانيا وإيطاليا وعدد كبير من الدول الأوروبية. إذا انتم حنا كنتواجدوا الآن في طريق السيار ديال المدينة، على مستوى مدينة المحمدية بالضبط من الرشيدية 3. إذا انتم كما كتشوفوا الطوموبيلات هما راهم واقفين هنايا، عدد كبير من الطوموبيلات والسيارات اللي واقفين. دابا هذا المشكل هذا تقريبا غادي يكون من، ما غاديش نقول من الدار البيضاء، يعني تقدر تكون من جديده، تقدر تكون من هذا حتى للرباط، والمواطنين غيبقاو غادي يمشيو بشويه بشويه. اذا كنصحوا المواطنين ما يمشيوش في لوطوروت. كاين الطريق الوطنيه رقم واحد، كاين الطريق الساحليه، وكاين طرق اخرى على مستوى بن سليمان او بوزنيقه، كاين طرق اخرى داخليه. اذا كنصحكم لوطوروت ما تمشيوش منها، الله يخليكم. اذا في ختام هذا المباشر دمتم بخير، وبعد قليل ان شاء الله بث مباشر اخر من مدينه المحمديه في انتظار منتصف الليل باش نوضعكم في الصوره. على ما اعتقد منتصف الليل هي هذه تقريبا، عندي 59 دقيقه 11:59 دقيقه. اذا المشاهدين اللي انضموا لنا لاول مره في المشاهده، يديروا جيم لهذه الصفحه ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم الجديد في الاحداث على صعيد جهه الدار البيضاء، المحمديه، بوزنيقه، المنصوريه والنواحي. دمتم بخير والى اللقاء. ونعاود ننصح المشاهدين اللي انضموا لهم في المشاهده، ما تمشوش من لوطوروت، والنتيجه هي هذه اللي كتشوفوا، راه كاين اكسيدال وكاين حوادث سير، الله يخليكم. اذا دمتم بخير والى اللقاء بعد قليل.